الدجاج بتاعنا الصدور الفيليه احنا بنجيبها وببدا ان انا افتحها عشان هبدا ان انا احشيها دلوقتي واعملها ساندوتش. فكره ان احنا ساعات بناخد الدجاج وبنعمله وبنقدمه جنب مكرونه جنب رز، لكن خلينا نشوف موضوع الساندوتش النهارده ازاي نقدر ان احنا نقطعه وشكله هيبقى حلو جدا ان شاء الله، وازاي نقدر ان احنا نسويه، وده اهم حاجه في الكوردون بلو. خلينا نشوف اول حاجه صدر الدجاج. احنا بنجيبه بقطعه يعني بفتحه، او ممكن تجيبه مفتوح جاهز كده زي ما انت شايفه كده زي الساندوتش، وبعد كده بقوم جايب عندي كيس وابدا ان انا بالمبط ابدا ان انا افرده بالجزء الناعم اللي هنا للمبط، بلاش الجزء الخشن. الجزء الخشن ده زي ما اتفقنا للحمه، لكن الجزء الناعم ده بيبقى للتركي او لصدر الدجاج. بجيبها وببدا ان انا افردها فرد ناعم، وبعد كده ببدا ان انا اعمل لها التوابل بتاعتها. عندي التوابل بقى يعني ميكس بقى، بصل باودر وتوم باودر وملح وفلفل، بلاش زيت زي ما اتفقنا. اي حاجه احنا بندخلها بانيه ما بندخلهاش ما نحطش في التتبيله زيت، لان الزيت ده هو بيفك الكفر من اللحمه نفسها او من الدجاج نفسه. فتخلي بالك التتبيله بلاش فيها زيت. دي المقادير قدام حضراتكم. نازله تمام، وهي زي ما انت حضرتك كده شايفه ما شاء الله زي الفل، ما فيهاش اي مشكله خالص. تمام، حاولي بقى ان انت وانت بتفرديها بالراحه عشان ما تتهريش منك. فعشان ما تتهريش احنا بنحط كيس تمام كده ومن فوق، عشان الكيس ده هو ده اللي بيحافظ لي على الدجاج اللي هو ما يتهريش معايا. بعد كده بقوم حاطط ايه بقى، جايب بوله زي ديت. هجيب عندي طبق صغير مثلا زي ده، وبجيب عندي شويه من البهارات الدجاج. بحط عندي بصل باودر، وبحط عندي التوم الباودر، وبعد كده بقوم واخد عندي شوية فلفل أسمر، وبعد كده بقوم واخد عندي شوية من الملح. جميل، وبقلب عندي الخلطة ديت مع بعضها اللي أنا هتبلها للفراخ بتاعتنا. طيب بعد كده بقوم عامل إيه بقى؟ عندي أهم حاجة زيت على النار، ده الميكس توابل ديت بنعملها كده. وبعد كده بقوم واخدها وحاططها فين، على الدجاج نفسه. لو انا ما حطيتش حاجات سايله يا جماعه في التتبيله نفسها بتاعه الدجاج، بلاش ان انا احطها في الثلاجه تتبل، اشتغل على طول يعني. بس اهم حاجه طبعا لازم نسيبها في الفريزر لمده ساعه او ساعه ونص، ده اهم حاجه في الموضوع. تمام، ادي الحاجه هي بهرناها تمام كده. تمام، طيب الخطوه اللي بعد كده، الخطوه اللي بعد كده اللي احنا بنجيب عندي، بص هعملها لك بطريقه سهله جدا النهارده. بجيب عندي جبنه موتزاريلا وبحطها هنا في النص، وبعد كده بحط عندي روز بيف او اي قطع لانشون انت عايزاها، وبعد كده بقوم واخد عندي شرايح من الزيتون. جميل، اللي عايز يشتغل بجبنه شيدر يشتغل بشيدر، هتعمل لك واحده بالشيدر ان شاء الله واحده بالجبنه الموتزاريلا، او الاثنين بالموتزاريلا زي ما انت عايزه هتشتغل معاك كويس. الفرده دي اهم حاجه في الموضوع. بقوم واخدها نضغط بس اهم حاجه الضغطه المحترمه كده، اهي تمام. بصي كل وانا بلف كده بقعد ايه يعني بلمها تمام اهو تمام كده. بص بقت عامله ازاي ما شاء الله، الصدر اصلا اداني ايه بقى يعني حاجه حلوه، حاجه كده حماميه معايا، ما بقتش صدر دجاج. بص بقى عامل ازاي، بقوم واخدها تمام واقوم حاططها هنا في الكيس، وابدا ان انا اخد الكيس ده. بص بقى لو انا وانا بفردها وانا بلفها كده مش هتشوفي اي جبنه ولا اي حاجه، تعرفي ليه؟ انت لفها صح ومظبوطه 100%. لو لقيتي بيها بقى ايه تقطيع بقى والجبنه طالعه من هنا وبتاع، لا لازم ايه يعني نظبطها، عشان دي انا هشيها جبنه موتزاريلا، فانا لازم اللحم بتاع الدجاج كله يكون مغطي. نلف ونلف نلف لحد ما تبقى ايه الشكل بتاعها الاسطواني، واقوم لافف الاثنين مع بعضهم، وكده اول واحده تكون جاهزه معايا. بقوم واخد عندي صدور الدجاج وببدا ان انا افردها فرد بالمبط زي ما اتفقنا. تمام اهيت، فردنا عندي الصدر زي ما انت شايفه ما شاء الله اهو. واقوم جايب عندي البهارات، البصل باودر والثوم باودر وبهارات الدجاج،
اهو تمام. وبعد كده بنقوم عاملين ايه بقى؟ حطيناها بقى كده يعني ندخل التوابل جوه صدور الدجاج. جميل. ولا حطيت لا بصل ولا ثوم ولا بصل بودر، ما حطيتش لا بصل مبشور ولا طماطم مبشوره ولا ملح ولا زيت ولا حاجات دي، هي شويه بهارات كده مع بعض مكسناها وحطيناها هنا. بعد كده بقوم جايب عندي الجبنه الموتزاريلا وحطيناها هنا في النص. تمام. انا هعمل لك حاجه سهله، عندي روست بيف مدخن، وممكن اللي انا احط قطع لانشون، وممكن على فكره احط بس جبنه موتزاريلا بس على فكره. الصدور دي زي ما اتفقنا كده اهي، ونلفها واحده واحده كده اهي، ونقوم واخدينها حاطينها هنا. جميل. نلف دي بس كده ايه هنا عشان كل الرول يطلع مظبوط معايا. اشيل اي زياده كده طالعه. وبعد كده يا عم حمدي بنقوم واخدينها اهيت ونلفها رول. اهم حاجه نضغط عليها الضغطه المحترمه دي يا عم. دي هتمسك كده، هتمسك والله، هتبقى زي الفل. اهم حاجه حضرتك بس ايه، تحطيها في الفريزر بقى، يعني تسيبها في الفريزر فتره حلوه، يعني ساعتين ثلاث ساعات. ساعتين وثلاث ساعات، كل ما تسيبيها طبعا كل ما يكون افضل بكتير جدا. باخد دي ونحطها ايه جنب بعض. حلو كده الكلام. ادي الاثنين، بص الاثنين ستاندرد، ده نفس المقاس ده. حلو الكلام. بقوم واخدها ونقوم حاطينها فين؟ في الفريزر. يا اللي هي بتسأل عن البانيه، لو عندها قطعه بانيه ينفع ليها تشتغل بيه الكوردن بلو؟ ينفع، بس بلاش بجبنه موتزاريلا بقى، لان الجبنه الموتزاريلا محتاجه الصدر يكون كامل، صدر الدجاج يكون كامل، عشان هي مش ماسكه زي الشيدر. لكن تقدر تجيب الشيدر كده زي ما بعملها كده تعمليها، وتقومي واخداها كده مسمغاها بايدك كده. حلو. وتبقى عامله كده، وتحطيها حشو جوه مع زيتون مثلا او روز بيف او تركي مدخن، وتلف بيها قطع البانيه بتاعتك. بس البانيه هتفرديه، لازم يبقى رفيع عن طريق المبط اللي احنا عملناه، وتفرديها وتلفيها وتحطها في الفريزر. بعد ما تحطها في الفريزر بتطلعيها وتعمل لها البانيه اللي احنا نعمله. ايه عباره عن ايه بقى؟ بحط عند البيض، باخد عندي شويه من البهارات واقلب. بس حاجه بسيطه بس يا استاذ حمدي حبيبي، الله يعزك يا رب. وبعد كده شويه من الحليب. تمام كده. تمام. بعد كده بقوم ايه، بعد ما حطيت الاثنين دول مع بعض، بجيب عندي بايركس صغير وبعمل حركه حلوه جدا في موضوع البقسماط. بص بقى، البقسماط اللي بيبقى موجود بيبقى غامق، فايه اللي بيحصل؟ احنا في خدعه كده احنا بنتخدعها، اللي هي ايه، البقسماط بيقوم وينزل الزيت ياخد لون الاحمر. طب يا جماعه ده لسه ما استواش من جوه، ايه الحل؟ الحل حضرتك ان احنا حطينا دقيق هنا، دقيق على البقسماط عشان افتح لون البقسماط. شايفه اللون بتاعه عامل ازاي؟ ده دقيق مع البقسماط، يعني حطيت على الكوبايتين البقسماط نص كوبايه دقيق. اعمليها على فكره في اي بانيه وشوف الفرق هيبقى عامل ازاي. لما نيجي ننزل الزيت ايه اللي هيحصل؟ هياخد فترة على ما يبقى غامق، لأن هو البقسماط عبارة عن إيه؟ عبارة عن خبزة متحمصة في الفرن فواخدة لون ذهبي، فمجرد ما بتحط الحاجة في الزيت بتحمر على طول، والحاجة جوه لسه ما استوتش. فأنا بعمل هنا المعادلة مظبوطة، على الكوبايتين البقسماط بحط نص كوباية من الدقيق، وبحط زعتر وبابريكا وشوية الملح والفلفل. تمام؟ بروح عندي عندي على الفريزر، بقوم جايب اللي أنا عاملهم. تمام. اهي تبص بقى، دي اعملها في ستريتش، بقوم فككها كده، دي بقى لها ساعتين اتنين بفكها كده، بتبقى عندي بالشكل ده. بقوم رايح فين؟ اول حاجه على الدقيق بالراحه بقى خالص، بالراحه خالص كده، واشيل الدقيق الزياده، لازم طبقه الدقيق الزياده تتشال. وبعد كده بقوم رايح عندي على البيض والملح والفلفل واللبن او البهارات اللي احنا حطيناها. وبعد كده يا باشا فين؟ على البقسماط اخر طبقه. ونروح فين بعد كده بقى؟ يفضل حضرتك تحطيها عندك في الفريزر بعد ما تديها طبقه البقسماط ديت حوالي ربع ساعه بالظبط، وبعد كده تقوم منزلها فين؟ زيت يكون ساخن معايا.
بتتكلم في ايه؟ انا عايز اسويها من جوه. الفكره ان انت بتنزليها في زيت، شايفه بقى البقسماط؟ شايفه اللون الذهبي؟ هو مش هيغمق معايا خلاص، هو كده تمام اهو. وبنبدا ان احنا ايه؟ زي ما انت شايفه كده بيبقى يكمل التسويه بتاعته. انا من ساعه ما طلعت الفص بصراحه وانا حاطط ضيفه عندي في الزيت. الفكره لو انا كنت حاطط البقسماط سك من غير دقيق كان هيبقى غامق على طول. انا بقى هديت النار دلوقتي خلاص، انا هديت النار عليه تماما، هو عمره مش هيشرب زيت خلاص، الكفر بتاعه اتقفل تماما فظبط معايا الدنيا، ف مش هياخد لون ازيد من كده. طيب لما هديت النار عليه بقى ليه بقى؟ عشان يستوي من جوه، يعني هسويه من جوه. في ناس بتعمل ايه بقى؟ بتاخد الميكرويف تقوم حاطه كمان ايه 3 دقايق، وده دقيقتين او دقيقه، وانا ما برجحش ده بصراحه. القنبلتين دول بقى ونحطهم كده ايه على منشف مطبخ. عارفه بعرف اللي هو استوى منين بقى؟ هقول لك انا بعرف منين. بعرف من هنا. بص ده حمدي، يعني بتعرفي من ايه؟ من حته كده تلاقي الجبنه بتطلع منها بقى خلاص، اللي هو يعني خلاص ارحمني انا استويت. فبقوم مطلعها واحطها على منشف المطبخ عندنا، وببدا ان انا ايه هسيبها تبرد عشان احطها في الساندوتش بتاعي. بنجيب بقى عند الخبز بتاعنا، تمام؟ بيبقى جاهز عندي في الباسكت اهوت، وعندي شويه مايونيز، على عندي خاص طماطم. نبدا نعمل الساندوتش بتاعنا، فبحط مايونيز وبحط عندي طماطم وخس، وبجيب عندي الكوردن بلو اللي احنا ايه قطعناها زي ما حضرتك كده شايفه، وببدا ان انا ارصه في الساندوتش بتاعنا. جميل. يبقى ده اول ساندوتش بتاعنا الكوردن بلو اهو قدام حضراتكم. نقوم واخدينه كده ونحط فين اطباق التقديم الخاصه عندنا، براك الجميله اللي هتلاقيها موجوده في اي مكان او اي مول ادوات منزليه، هتلاقي موجود فيها الاطباق وتقدروا تحصلوا عليها وتهادوا بيها طبعا والدتكم او خالتكم او عماتكم، ربنا يخليهمكم جميعا ان شاء الله. مايونيز، وبعد كده بقوم واخد خس، وبعد كده طماطم شرايح، وبعد كده بقوم رايح فين يعني نعمل لاين كده لساندوتش، وبعد كده بقوم واخدين ايه الموضوع الجامد ده، صوص الجبنه. صوص الجبنه لو حل منك، لو جمد منك بتعملي ايه؟ ما تحطيش على النار تاني، حطيه على حمام ميه، على حمام مائي، اكنك بتسيحي شوكولاته بالظبط. واخد عندي الساندوتش بتاعنا الكوردن بلو اهوت، ونحشي كده ونظبط الدنيا ونقدمه وزي ما هو شايفينه في الكاميرا. طيب ادي اول نوعين اتنين او اول نوع خلاص خلص معايا.